امبارح وبمزيج من طاقات الشباب الجداد، الشباب اللي لسه بينضموا، في ناس منهم بيلعبوا لأول مرة، وبعد الخبرات اللي كانوا موجودين برضو في تشكيلة الفريق، نادي الزمالك اتعادل امبارح مع فريق المصري البورسعيدي، ولكن تعادل بلا دوافع. هي كانت مباراة بلا دوافع من جانب الفرقتين، مش بس من جانب نادي الزمالك. مباراة اتعطلت كتير جدا بسبب الوقوع المتكرر، يمكن ما كانش فيها أجمل من مشهد جماهير نادي الزمالك العظيمة اللي كانت مصممة تفضل ورا فريقها للنهاية حتى بعد حسم والتتويج بالدوري. بس عارفين في مبدأ كده يا جماعة في الكورة وفي الرياضة بصفة عامة، وهو كبرياء البطل. امبارح وللمباراة ال14 على التوالي بيقدر نادي الزمالك يحقق رقم إيجابي، إنه يتجنب الهزيمة في المسابقة اللي بيحمل لقبها خلاص من الموسم الماضي، ونجح في رحلة الدفاع عن هذا اللقب الغالي. لو هنتكلم بشكل عام دوري وكاس، فالزمالك كده بيتجنب الهزيمة محليا، يعني 18 مباراة دلوقتي بلا هزيمة، 18 مباراة على التوالي. لعبنا أسوان والأهلي في الكاس القديم وكسبناهم وخدنا الكاس، ولعبنا الداخلية والإسماعيلي في الكاس الجديد ولسه إن شاء الله نتمنى إن احنا نكسبه. يعني 4 مباريات في الكاس، 14 مباراة في الدوري، 18 مباراة بدون هزيمة من ساعة الهزيمة طبعا بتاعت طلائع الجيش لو تفتكروا في مطلع الدور الثاني، وهي كانت مباراة بصراحة كانت نقطة تحول في نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك وفي أدائه وفي روح نادي الزمالك في الموسم ده، مباراة اللي انتهت ساعتها لطلائع الجيش 1-0 في نص شهر مايو اللي فات. 100 يوم 100 يوم والزمالك بيواجه 17 منافس مختلف ما بين فرق الدوري الحالي، سواء فرق في الممتاز بيه وصاعدين، سواء كانوا في الممتاز وهيهبطوا، لعب فرق كتير جدا، وكل دول ما فيش حد قدر فيهم بفضل الله يتغلب على نادي الزمالك. حتى بعد ما الزمالك حسم لقب الدوري وبيشارك بوجوه شابة زي اللي شفناهم امبارح مع بعض اللاعبين الخبرات اللي ما كانوش بيشاركوا بصفة مستمرة، أو حتى اللعيبة الأساسيين اللي موجودين في الفريق، بيتجنب الفريق أنه يحافظ أو فضل يحافظ على سجله خالي من الخسائر منذ أكتر من 3 شهور. زي ما قلت لكم كده في البداية، ده كبرياء البطل وده تعودنا عليه من نادي الزمالك نسخة جوزفالدو فيريرا. بس بعيدا عن الإحصائيات الرقمية بس المميزة وسجلنا الخالي من الهزايم، واللي يا رب واتمنى انه يطول أكتر فترة ممكنة، خلونا بقى نبص على بعض المكاسب اللي طلعنا بيها من هذه المباراة. مباراة امبارح رغم ضعف مستواها الفني اللي ممكن مثلا نكمل عليها في مباراة إيستر كامبر، اللي هي هتبقى برضو مباراة بدون دوافع، مباراة اللي هتكون يوم الثلاثاء اللي جاي وهتبقى آخر خلاص محطات الملكي في الدوري اللي حصل عليه. الحقيقة الواحد سعيد جدا قبل أي حاجة فكرة إن الجهاز الفني بقيادة فيريرا بيواصل سياسته بالدفع بلعيبة شباب ووجوه جديدة أول مرة تلعب مع الفريق. فكرة إنك تطلع من الموسم ده اللي كنت بتواجه فيه وقف القيد وصفقات مجانية انت عملتها من قطاعات الناشئين لما صعدت اكتر من لعيبه وبقيت تعتمد عليهم، دي حاجة عظيمة جدا، ومش هتقدر تستكشف مواهب تانية غير بانك تدفع بيهم في ماتشات رسمية زي امبارح، بعد كده تشوف مستواهم على ارض الواقع، لان في فرق كبير جدا ما بين التمرين والتدريبات والتقسيمة، فرق كبير جدا ما بين الماتشات الرسميه. فمن جمال الموسم التاريخي ده انك رغم صعوبته الشديده جدا لكن انت قدرت تحسمه قبل النهايه ب3 جولات كامله، عشان تقدر في ال3 جولات دول تشوف وتتابع وجوه جديده تبتدي بعد كده تستقر من خلالهم على بعض ملامح قائمة الموسم الجديد، من اللي ممكن يكمل معانا، من اللي ممكن يطلع اعاره من العناصر الشابه دي. كمان احنا امبارح شفنا اجاده لاكتر من عنصر،
واحد من الناس اللي تم الثناء عليهم بشكل كبير جدا محمد طارق المدافع الايمن اللي شال كوره من على خط المرمى لو تفتكروا في ماتش سيراميكا كليوباترا اللي كسبناه 3-2. يرجع ويشارك تاني امبارح في اللقاء بالكامل، بيقدم مردود طيب جدا. شفنا كمان بيسو، وعلى فكره طارق قبل ما اسيب الكلام عن طارق، محمد طارق ده مركزه، هو بيلعب مساك، يمكن شارك مع فيريرا في بعض الاوقات في مركز الباك رايت، هو ما بيلعبش باك رايت اساس، لكن الراجل لعب وادى على قد ما يقدر في ماتش سيراميكا لو نفتكر. شفنا كمان بيسو، محمد حسام بيسو في نص الملعب جنب سيف سيف فاروق جعفر، ناقصهم بس شويه تفاهم لكن قدموا اداء طيب. شفنا كمان وجوه جديده زي ادهم الخواجه، شكله كده لعيب عنده شخصيه ونازل وعنده ثقه في نفسه، واضح كده ان عنده حاجه عايز يقولها ان شاء الله نشوفها في الماتشات اللي جايه. وخدوا بالكم يعني ده عنصر مهم قوي، انك تكون لعيب صغير بس عندك شخصيه جوه الملعب، يعني دي حاجه بتفرق معاك جدا في الملعب، تفرق في مستقبلك كمان وفي احترام اللعيبه الكبار ليك. كمان عاوز اقول للاعب مميز جدا، عايز اقول له هارد لك امبارح، طارق علاء لاعب الشاب في مركز الوسط ما كانش محظوظ طبعا في لقطه الطرد اللي اتعرض له بعد مشاركته بدقائق بسبب تدخل طبعا على لاعب النادي المصري البورسعيدي الياس الجلاسي اللي بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل، تدخل غير مقصود بكل تاكيد، ولكن عايزين نقول هارد لك كده لطارق علاء، وده حال الكوره، لازم تتعلم من المواقف وده موقف يعلمك. انت شكلك خامه مبشره جدا بالنسبه للجمهور، لان الناس اللي عارفين وبيتابعوا ماتشات مواليد 2003 عارفين طارق علاء وعارفين انه لعيب مميز جدا في نص الملعب. انت لسه 19 سنه، لسه قدامك كتير جدا، والحمد لله ان دي مباراه تحصيل حاصل. وفي اخر لقاءات الدوري اللي انت حسمته، فدي حاجه تتعلم منها للي جاي. شفنا كلنا بقى الايقونه كابتن شيكابالا في موقف طارق علاء بالذات بيدعمه على انستجرام وبينزل ستوري، ويعني بيدعم الولد وهو في ظهره، وده بصراحه ده دور يمكن الناس مش شايفاه من شيكابالا. يعني ده الدور الغير المرئي اللي بيقوم بيه شيكابالا بره الملعب مع اللعيبه وتحديدا اللعيبه الصغيرين. انك ازاي تشجعهم، تشيل الرهبه من قلوب اي لاعب لسه اول مره يشارك. ودي بتكون طبيعيه على فكره في البدايه، لعيب بيبقى في البدايه لسه قميص نادي الزمالك كبير جدا، ملايين بتتابعك، فانت الموضوع بيبقى ظروف صعبه جدا انك لاعب صغير وبتلعب بتيشيرت نادي الزمالك في ماتش رسمي. فبصراحه لقطه مهمه جدا، ودور شيكابالا بصراحه في الموسمين اللي فاتوا دول دور تاريخي وعمره ما هيتنسي من جمهور نادي الزمالك، وجمهور الزمالك هيفضل يردد سنين وسنين ازاي قائد الزمالك شال المسؤوليه وكان قائد بمعنى الكلمه في اصعب الاوقات، كابتن شيكابالا. الحمد لله مره ثانيه وثالثه وعشره على حسم لقب الدوري، انك حسمته بدري خلاص، لان دي الفرصه الوحيده اللي تقدر من خلالها تريح اللعيبه الدوليه اللي عندك، اللعيبه الكبيره اللي عندك، العناصر اللي شاركت تقريبا في 90% من المباريات، كانش عندك البدائل الكتيره اللي تريح فيها اللعيبه او تعمل فيها تريح لعيبه، تجيب لعيبه، تجرب، الكلام ده كله ما كانش متاح بالنسبه لك خالص. كان الموضوع انت مجموعه من اللعيبه، التشكيل معاك 3 4 5 تغييرات وشكرا. احنا عارفين ان القوام صعب جدا، كان الدنيا ضيقه عندنا، والموضوع بفضل الله ورجوله اللعيبه دي ودعم الاداره والتكاتف كل عناصر نادي الزمالك هو اللي خلى الفرقه دي تاخد الدوري، وقبل كل دول طبعا فضل ربنا عليك وانه كاتب لك البطوله دي. عايز اقول ان اللعيبه الماتش امبارح اتلعب طبعا من غير 10 لعيبه، ال10 لعيبه عايزين نفكركم بيهم كده، لعيبه مهمه جدا اللي انا لسه قايل لكم عليهم، الونش، عبد الغني، حسام عبد المجيد، رؤى، امام عاشور، وفتوح، كابتن شيكابالا، زيزو، سيف الجزيري، حمزه المسلوسي، كمان انضم لهم سيد نيمار. اللعيبه دي
لما تخلص فترة الراحة السلبية بتاعتهم يوم 2 سبتمبر هيبقى عندهم مباراة مهمة جدا بعدها، مباراة كاس سوبر لوسيل مع الهلال السعودي، المباراة اللي ان شاء الله هيتابعها العالم كله في افتتاحية اكبر واهم ملاعب مونديال قطر 2022. بعد كده هيبقى عندك ماتشين في الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا، حلم الاكبر تارجت الاهم في الموسم ان شاء الله الجديد لنادي الزمالك. بعد كده هيروحوا معسكرات الا منتخبات، سواء منتخب مصر ولاعبتنا ان شاء الله الدوليين، او سواء منتخب تونس بالنسبه للجزيري وحمزه المسلوسي، ويرجعوا عشان يحضروا معسكر اعداد مع نادي الزمالك اسبوعين ولا ثلاث اسابيع عشان التحضير للموسم الجديد. فبجد حاجه صعبه جدا وضغط كبير جدا، كان الله في عون الجميع. نتمنى ان شاء الله من كل قلبنا ان القصه دي تخلص، المعجنه الكرويه اللي احنا عايشين فيها، تلاحم الماتشات اللي بقالنا فيه من ساعه دوري الكورونا اللي شفناه كلنا وكان صعب جدا يكمل، ولكن الموضوع دلوقتي بقى في ايدك، ان انت ان شاء الله بعد الموسمين الصعبين المضغوطين قوي دول نمارس كورة بقى بشكل طبيعي، يعني بمواعيد طبيعية زي باقي سكان كوكب الأرض يعني ما بيعملوا.